العجوز كان على مالها بلي الإناء مثقوب وتشوف بلي تلحق كل يوم بالحمولة ناقصة تاع الما، بصح ما راحت شرمات الإناء ولا راحت بدلاته ولا دارت ما هو أجمل وما هو أحسن. أولا ما تحسسيش هذاك الإنسان بضعفه ولا بالشرخ اللي عنده ولا تحسسيه بلي هذيك نقمة كبيرة ولازم ولازم ولازم. زرعت البذور في الطريق وخلت الماء يحبط وأزهر. هكذاك احنا لازم نتعلموا هذوك الثغرات نجملوهم، نستخرجوا الجمال من هذوك الناس اللي عايشين في حياتنا واللي نحبوهم كيما ولادنا، ما نروحوش نقارنوهم ولا نعايروهم ولا نبهدلوهم ولا نحسسوهم بلي هما ناقصين ولا عالة على المجتمع ولا لا لا، احنا دورنا نوجهوهم سواء هما سواء عباد واحد اخرين في حياتنا. اكبر ظلم تظلموه الانسان انكم تقارنوه مع انسان واحد اخر ولا تقارنوا انفسكم مع ناس واحد اخرين جميل.